أصروا هما ما قراوش وما السلام عليكم. معكم أستاذ عبد الرحيم بشار ابن الحاج علي بشار الملقب بقشبال، هو عم سي محمد بشار زروال المتوفى. التحقوا بعضياتهم الحمد لله، الله يرحم الجميع. الوقت اللي توفى الوالد ديالي زروال الله يرحمه مسكين، هذيك الساعه كيقول لينا راه النص ديالي مشى ليا، النص ديالي بقى عندي على نص واحد. ومن هذيك اللحظه، من هذيك هو كان عيان، ولكن ملي توفى الوالد ديالي بدا كيتزاد، بدا كيعيا اكثر، بدا كيعيا اكثر اكثر اكثر، المرض ديالو كيتزاد اكثر. وولينا دائما فين ما كنجيو عنده وكنزوروه كيوصينا، كيقول لنا الله يرضي عليكم الا توفيت ساعدوا الابن ديالي السي محمد، الله يرضي عليكم الا موقفوا معاه، راه وحداني غير بحدو، الاخ ديالو بعيد منه في مراكش، ثم وقفوا معاه وهذا الله يرضي عليكم، والبنيات راه مغلوبات الحمد لله. ولكن حنا كنا كنقولوا راه واقف على رجليه وكيدور، ما حتى فائده بنا، تفاجئنا. والموت راه علينا حق الحمد لله كنعرفوا، ولكن الفراق راه صعيب. والحمد لله الثنائي ديالهم كان ثنائي مثالي الحمد لله، في الصدق وفي المعقول ديالهم وفي العمل ديالهم، طربوا الجميع وفرحوا الجميع، وكانوا كيخدموا وسط العائلات مختلطه ولا رجاليه ولا نسائيه، ودائما الحمد لله ما عمرهم ما تشارت لهم الاصابع بشي حاجه خايبه. الحمد لله دازوا دازوا نظاف ودازوا نقيين، وشرفونا وحنا كنفتخروا بهم، لانهم ما عمرنا في حياتنا ملي كنا صغار حتى كبرنا ما عمرنا ما سمعنا شي حاجه، ولا عمر شي حد شار لهم شي اصبع بانهم داروا شي عمل غير لائق، ولا كيقوموا بالواجب ديالهم. وقبل ما كيقوموا بالواجب ديالهم، قبل ما يطلع المنصه الخشبه، او كيأديوا الواجب الديني ديال الله سبحانه وتعالى، كيتوضاو ويصليو الحمد لله. وحتى داك الكلام اللي كيقولوه كيقولوا كلام موزون ومحترم، قصائد دينيه وقصائد الحمد لله اللي عندها علاقه بميادين معاشه الحمد لله، كتخصنا ماشي شي حاجه اللي كتمس الحمد لله، الله يرحمهم جميع. وبالمناسبه الحمد لله كنشكروا جميع الناس اللي واساونا، سواء في الوفاه ديال الوالد ديالي ولا في الوفاه ديال عمي ولد عمي السي محمد زروال الحمد لله، يجازيهم بخير داخل الوطن او خارج الوطن، والاصدقاء ديالنا والسلطه المحليه في مدينه سطات وصاحب الجلاله الله ينصره، كنشكروه بزاف بزاف. وسانا في موت الوالد ديالنا، وسانا الحمد لله الان هذيك التعزيه اللي رسل لنا الحمد لله راه كانت في المستوى، راها وساتنا بزاف ورفعت لنا من المعنويات ديالنا بزاف الحمد لله، وصبراتنا بزاف. والاب ديالي انايا، انا شخصيا انا كندوي على الاب ديالي في الحياه ديالو، كان دائما ملي كنجمعوا كنديروا جامعات عائليه الحمد لله، ملي كنساليو ونتفرقوا راه كيدير واحد الفاتحه لينا ولوليداتنا وعيالاتنا والوطن، عزز عليه المغرب وكيحب المغرب وكيدعي الحمد لله، وكيقول لك البلاد والعباد ومالك البلاد الحمد لله، وكيدعي مع صاحب الجلاله والحمد لله. وملي كيبغي يختم ما كيقول لنا العطفه يا هلوفه القنديل الضاوي سيد محمد السادس، كيقول لك هذاك هو القنديل ديال البلاد ديالنا، وهو اللي مضوي الطريق ديالنا، وهو اللي مسيرنا، الله يحفظه لنا والله يخليه لنا والله ينوره والله يبعد منه الحساد. في الحفلات اي لقاء كيعمر ذاك الفراغ. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المرحوم الحاج زروال هو الاخ ديالي، وشغن نقول عليه؟ واخا نتكلم واخا نتكلم ما نقدرش نوصف ذاك المحاسن ديالو. فهو كان انسان هين لين، كان انسان رحيم، كان عزيز عليه القريب والبعيد، العائله وغير العائله. والدليل دليل دليل على ان كل شيء جاء عزانا، كل شيء عزانا، وكل شيء سول عليه، لا من داخل المغرب ولا من خارج المغرب ولا من خارج المغرب. وكان انسان ما نعودش، وتعلمنا في الوفاه ديالو، تعلمنا بزاف لان الاسره كامله تعلمنا، وبقات بلاصتو لان طار، يعني ما ماشي مراد واحد المده ولا هذا، يعني نهار واحد وتوفى مسكين، وكان الالم عميق عميق شويه اللي فتر اللي يعني فتر علينا هذيك الالم، هاد المواساه ديال المغاربه. وانا كنشكر بالمناسبه جميع المغاربه، ان من الصغير والكبير نساء رجال كلهم واساونا، واكبر اكبر اكبر مواساه
هي الرسالة الملكية اللي ما تنساش لينا، وهذه كتاج فوق الرؤوس ديالنا ودخلت علينا واحد الفرحة واحد البهجة واحد السرور، ونساتنا في خويا ونساتنا فيه. والمرحوم ما نقدروش نوصفه لكم بالطيبوبة ديالو، هو كان كيحبني وبالخصوص أنا كان كيبغيني. علاش؟ لأن ماشي غير أنا، كاع خوياتو ربانا وقرانا وضحى معانا وديما كيورينا الطريق المزيان. والكلمة اللي غنقول الله يجعل عليه الرحمات، الله يجعله في أعلى عليين، الله يجعله في الفردوس الأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يرحمه. فاحنا فعلا في هذا الاطار، حنا مني عمي حيت جاته واحد الموت مفاجئ، ما كناش مستعدين وما كناش عارفين غادي يموت، وكنا كنتخوفوا باش هاد الظروف ديال الحجر لا تعود تاثر على، يعني ما ياخذش حقه من في التشريف والتكريم كما اللي كيستافدوا منه كاع الفنانين. ولكن الحمد لله والشكر لله، زعما مني تسمع النبأ ديال الوفاة ديالو، يعني تقريبا المنابر إعلامية وتقال في الإذاعة الوطنية والتلفازة، في المنابر عدة منابر إعلامية ورقية وصوتية، والحمد لله. زعما كما قالت العائشة والأخوان ديالو، حنا عندنا يعني هذا الشيء تلج الصدر ديالنا الحمد لله. أولا عرفنا بأن عمي قشبل الله يرحمه ولا عمي زروال يعني عندهم واحد المكانة كبيرة في الساحة الفنية، وجات قاعد الشيء هذا الشيء توج الحمد لله بذكر البرقيه ديال العزاء اللي صيفطها صاحب الجلاله حفظه الله. وفعلا انا شفت يعني العائله الصغيره ديالو وليداتو الاخوان ديالو، يعني راه كان عنده واحد الواقع كبير جدا سبحان الله العظيم. بحال الناس زعما راه كشتي التصريحات ديالهم كيقول لك حنا راه لا مات الوالد ديالنا، راه بقى عندنا الاب ديالنا الكبير اللي هو صاحب الجلاله الله يحفظه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل.